بنات يا رب تكونوا كويسين. بصوا بقى الستايل ده يعني اول مره البسه، هي ان انا البس عبايه وتحتيها جيبه بلسي. بصوا شكلها حلو جدا، وكمان لبست معاها هيلز علشان تديني طول اكتر. بصوا العبايه ديت انا جايبها من مودينيسا. بصوا اللون اصلا والخامه تحفه، ممكن بقى اقفلها كلها عادي باللي هي الحاجات ديت. ومن تحت شكلها عامل كده، وبيكون معاها حزام نفس الدرجه. كمان الطرحه ديت انا جبتها من عندهم. بصوا هي عاملة ازاي بجد، انا مشفتش درجة طرحة اللون ده لان انا كنت بدور عليه كتير قوي. بصوا جاي معايا كده اوف وايت واسود، فعجبني جدا. والنوع الطرح اللي بيكون كده احسن حاجة ان انت تجيبيها اتنين دول. بنات عاملين ايه يا رب؟ لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.